يعني كما تعلم عاصفة الجدل ما تزال مثارة ومستمرة بشأن الموازنة التي حاضية لعام 2021. هذه الموازنة التي تحتوي على ألغام، وتتحدث الحكومة بأنها موازنة تقشفية لكنها انفجارية في الواقع، كما يتحدث النواب، كما يتحدث المختصون بهذا الجانب، كذلك حتى الشارع العراقي الذي تمحص ودقق في هذه الموازنة، لا سيما من الجنبة التي تتعلق بالمواطن، خصوصا بقضية الميزانيات المخصصة لهذه المحافظات، لا سيما وأنت تعلم وجميع الذين تابعوا وأيضا دققوا بقضية الموازنة بأن هناك وجود تفريق وعدم يعني عدالة بقضية توزيع الحصص الخاصة بالمحافظات، ميزانيات المخصصات، يعني المحافظات الجنوبية دائما تكون هي الأبخس حقا، دائما تكون يعني الحصص المالية الخاصة لها تكون أقل من بقية المحافظات، بالتالي هذا ما يجعل اليوم يعني المواطن هناك في هذه المحافظات، لا سيما في محافظة ذي قار، يمتعض وبالتالي يأتي إلى تعبير عن امتعاضه عبر ساحات التظاهر. كما تعلم اليوم الشارع العراقي متوجه إلى ساحات التظاهر بعد أن جنى ثمار هذا التظاهر بتغيير الحكومة السابقة، وهذا ما دفع اليوم الشارع في محافظة ذي قار من أجل الخروج إلى ساحات التظاهر، لا سيما في ساحة الحبوبي، أيقونة التظاهرات الشعبية في المحافظات العراقية، مطالبين بأن يكون هناك إنصاف وعدالة في قضية توزيع الحصص المالية بين المحافظات، وإنصاف هذه المحافظة، هذه المحافظة التي عانت ما عانت خلال السنوات الماضية ومجحفة حقها في قضية التوزيع بالحصص المالية، أيضا بالاهتمام الحكومي الخاص بها، لا سيما والمشاهد لهذه المحافظة ومن يتجول في هذه المحافظة يراها بأنها تعاني الكثير وتحتاج إلى جهود مكثفة من أجل اليوم يعني إنعاش هذه المحافظة في ظل ما تعانيه من أزمات. هذا ما جعل اليوم المواطنون هناك يظهرون ويتظاهرون من أجل المطالبة بالحقوق، إضافة إلى يعني الحقوق التي ما تزال لم تتحقق لغاية الآن فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، لا سيما سجاد العراقي، إضافة حتى محاسبة قتلة المتظاهرين. هذا الأمر وهذا الملف المأزوم الذي لم يحل لغاية الآن، بالتالي هذه المطالب أو لربما هذا هو بانوراما الأحداث التي حدثت في محافظة. طيب بدر، يعني تابعنا بأن هذه المطالب لا تزال عالقة منذ عام كامل ولم تستجيب الحكومة العراقية لها، ولكن اليوم ومطالبات هذه التظاهرات الحاشدة في ذي قار، هل لاقت آذانا صاغية لدى الحكومة العراقية بدر؟ خبر دائما الحكومة العراقية تتحدث، لا سيما الحالية، بأنها داعمة للتظاهرات، داعمة لسوح التظاهر، وأنها تحاول أن تستجيب بقدر الإمكان لمطالب المتظاهرين بشكل عام، لكن هذا الأمر لم يتحقق بشكل حقيقي وكبير وعلى على الأرض وليس على الورق. يعني لا سيما ونحن نتحدث عن قتلة المتظاهرين، هذا الأمر لغاية الآن هو لم يحل بشكل كامل، وهذا ما يجعل اليوم الشارع العراقي ما يزال يغلي من أجل الاستجابة وسرعة الاستجابة من أجل حلحلة هذه الأمور. المواطن العراقي البسيط ليس لديه حلول أخرى، بالتالي الحل الوحيد الذي يجي إليه هو الخروج للتظاهر من أجل التعبير عن صوته بحرية وديمقراطية، من أجل لربما محاولة للاستجابة له عبر السلطات الحكومية والجهات المالية. وضحت الفكرة، أنا أشكرك جزيل الشكر، مراسل قناة اليوم بدر الركابي، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا لك.